أنا بتصوري إذا استمرت يعني استمر النظام الإيراني بهذا التعنت ومع التنازلات اللي تقدم لها حكومة جو بايدن، أنا أعتقد حكومة جو بايدن أيضا إلها ليمت، يعني إلها حد إلى الصبر، يعني ما تقدر تستمر إلى سنة سنتين إلى أنه إيران تقبل تقعد وتتفاوض مع حكومة. فإذا ما قعدت في ذاك الوقت أنه حكومة جو بايدن راح تنجبر يعني تضرب إيران ضربات، وحتى يعني لا سمح الله يمكن يكون هناك حرب بين الولايات المتحدة وأمريكا وحلفائها في المنطقة. فهذا اللي أنا أقصده، ما خلتني أكمل. نعم، هذه الفترة راح نشوف أنه حكومة جو بايدن راح تصبر على هاي هيجي مثل هيجي هجمات، مثل هيجي ضربات، يعني تحاول أنه مثل ما أقول ما يقطع الخيط كله، يخلي يعني بيناتهم فد خيط حتى لا ينقطع، لأنه بالأساس هم يريدون الرجوع إلى الاتفاقية. مثلا شال العقوبات على الحوثيين، في نفس الوقت يقول للسعوديين أنه أنا راح أدافع عنكم، ما أخلي أنه يصير تأثير عليكم. من نفس الوقت يجي الإيران يقول له دقيقة، راح نضغط على محمد بن سلمان وراح نخلي عليه. هذه شوف راح تشوف كثير من يجي التخبط، هذه فترة التخبط بين يعني حكومة الإدارة الأمريكية الجديدة والمنطقة، ولكن الوحيدين الساكتين واللي يشاهدون المنظر وبعدهم ما متحركين هم الإسرائيليين. الإسرائيليين ما راح يتحملون إذا شافوا هم يراقبون. الآن إسرائيل في حالة مراقبة للإدارة الأمريكية، وإذا شافوا أنه تستمر وإيران تهددت البارحة أنه تخصب اليورانيوم إلى 20%، فأنا ما أعتقد إسرائيل راح تصبر. وحكومة جو بايدن تعلم جيدا إذا مشت أزيد وإسرائيل شافت تهديد إلى أمنها القومي، فإسرائيل راح تضرب ضربة يعني بوحدها بدون الرجوع إلى الإدارة الأمريكية.